بيعرفنا الانجيل انه الله تجسد مم. لاجلنا نعم فهلا الفكر الإنساني المحدود قولوا كيف الله بيصير انسان انا اقول ان لم يستطع الله ان يصير انسان لانه كلي القدره والازليه والجوهر لا يكن الله الله نعم فالله قادر على كل شيء امين ومن يسوع المسيح برؤيا يوحنا اصحى الاول ومن يسوع المسيح الشاهد أمين بكر من الاموات رئيس ملوك الارض الذي احبنا وقد غسلنا الى يعني. لك اخر شيء والقادر على كل شيء نعم فالله قادر على كل شيء نعم. فالله تجسد في المسيح الله بقلك كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه مم. غير حاسب لهم خطاياهم، السبب لان الخطايا كفر عنها نعم. في صليب ربنا يسوع المسيح فدم المسوح دم المسيح هو كفاره بالعبراني كبور نعم. غطاء نعم لخطايانا سمحني بكل خطايا الماضي والحاضرة والمستقبلي تبارك اسمه أمين. فهيدا خلاص عجيب نعم فهيدا الانجيل بيعطيني الاستقرار م. النفسي والروحي والمعنوي والفكري وينزع مني شوكة كتير مهمة هو عذاب الضمير. نعم. يعني الضمير بيكون يعني مستذنب. نعم. ما عاد عندي عقده ذنب انا في غفران خطاياي، نعم. فالانجيل لما اقبله انا بحياتي تلقائيا صرت انسان جديد. ففيه قوه مغيره. نعم. هيدي من مفاعيله نعم اجتني فكرة الآية اللي بتقول أنارة لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل أمين ف... وأنا قدي مبسوط بالإعلان حطينه أسيس نزار نور للأمم نشكر. الحق يقال أنه بدون النور ما بتقدر تجمع الظلم والنور نعم نعم والنور ينبثق من هذا الإنجيل نعم. إلى كل بقاع وسقاع الأرض على مساحة الكرة الأرضية وأنتم قايمين بهذا العمل لا نشكر الرب يبارككم وأنه عمل الله غير محدود صح وهذه الخدمة صح اللي الله بيستخدم كثير من الفضائيات ومن الخدام والكنائس والمبشرين وحضرتك أنا تكلمت بالكنيسة عندك الرب يباركك على العمل الرائع اللي الله بيستخدمكم في فترة زمنية صعبة جدا ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط والظروف الصعبة صح واللاجئين السوريين اللي عم بيجوا بأعداد كبيرة للبنان وعم تستقبلوهم مليون ونص مليون ونص وفي نفس الوقت عم بتقدموا الأخبار المفرحة الأخبار الصارة نعم هذا هو الإنجيل اللي بيتكلم عنه الأسيس <applause> جورج ونفوز كثير خلصت أمين نشكر الرب والرب حيكفي انا بحب اقول عزيزي المشاهد وهو يسمع كلام الرب الذي هو رب الكلام نعم. وكلام الحياة الأبدية أن تقبل المسيح وإنجيله بحياتك وأنا أؤكد لك سيتغ... ستتغير في لحظة في طرفة عين عندما تصرخ الى الرب هو بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم امين